ركزنا بقى معايا في الأسماء الست الخاصة بالنساء، وانت ركز معايا علشان لما تيجي تتجوز تنتبه للأسماء دي فيه. أول اسم وأهم اسم عند المرأة، وحذاري انك تتجوز واحدة ما عندهاش الاسم ده، اسم الله الرحيم. يعني ايه الرحيم؟ الرحيم معناها الربط والوصل والجمع والتجميع، عكسه القطع والفصل والتفريق. سؤال يا جماعة، مين اللي بيربط العيلتين ببعض، الراجل ولا المرأة؟ يعني انت مثلا من عيلة زعبل ومراتك من عيلة فنجل، مين اللي بيربط زعبل بفنجل، انت ولا هي؟ انت طول عمرك هتفضل زعبل، هتفضل عيلة زعبل وهي عيلة فنجل، مين بقى اللي بيعمل الكونكشن ما بين العيلتين؟ مين اللي بيعمل الربط ما بين العيلتين؟ المرأة، مش الراجل، المرأة. المرأة هي اللي لدي ربنا سبحانه وتعالى جعلها ربط ووصل ما بين عائلتين أو ما بين أسرتين. طيب، إذن فالمرأة لديها اسم الرحيم أكتر من الراجل. ركز بقى معايا، لو أنت خطيبتك قاعدة بتقطع في العلاقات، بتفصل في العلاقات وتقول لك إيه، سيبك من فلان، قاطع مع فلان، سيبك من علان، اقطع مع دول، لو مراتك قاعدة بتقطع لو قصدي خطيبتك قاعدة بتقطع، فحذاري من الإكمال معاها، لأنها فقدت أهم اسم عندها وهو الربط. أقول لك بقى النقطة، من كتر ما اسم الرحيم منشط عند المرأة أكتر من الراجل، اتخلق جواها عضو زيادة اسمه من اسم الرحيم وهو الرحم. صح ولا لا؟ هو الرجال عندهم رحم؟ لا، المرأة سبحان الله اتخلق فيها عضو بيجسد الاسم ده وهو الرحم، حتى الرحم اشتق اسمه من اسم الرحيم. فتلاقي المرأة هي اللي بتبقى رابطة ابنك بانه يطلع للحياة، هي اللي بتربطه بالحياة، هي اللي بتربط انتاجك بانه يطلع للحياة، فعندها الرحمة، يعني عندها الربط. تخيل بقى انك متجوز واحدة او بتخطب واحدة، بتقطع في علاقات وبتقطع في روابط وبتفصل. دي على فكرة الستات اللي بيشيلوا رحمهم وبيجيلهم سرطانات في الرحم، واللي بينزعوا الرحم بتاعهم، تعرف انها مبددة ومشتتة ومدمرة العلاقات والروابط اللي عندها. بتخلي جوزها يقاطع اهله، بتخلي صاحبتها تقاطع اهلها، بتخلي اللي حواليها يقطعوا مع اللي حواليهم، فبتقطع الرحم، فبيتقطع الرحم بتاعهم.